السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، مساكم إن شاء الله دائما عافية وصحة وخير، وسعيدة جدا ألتقيكم على الهواء مباشرة عبر فضائية الشروق برنامج في الموعد. جيناكم اليوم في الموعد، ومساءنا اليوم كله إبداع وفن وجمال. دائما في الموعد في اتجاهات مختلفة بتلقونها في الاقتصاد، الثقافة، الاجتماع، وأيضا الثقافة والفن. اليوم أمسيتنا الغناء والشعر والتلحين. ضيفين عزيزين معنا داخل الاستوديو. الضيف الاول نشأته الاولى كانت خارج البلاد في استراليا، بعيد عن الفن السوداني، ولكن اكتشف موهبته في الغناء مؤخرا، وردت كثير من الاغنيات السودانيه اللي حنستمع لها ان شاء الله من خلال هذه الحلقه. ضيفنا الثاني بدا فنان ثم شاعر ثم ملحن، يتعامل مع عدد كبير من الفنانين الشباب، وكان هو الداعم الأول لضيفنا الأول الفنان الموجود معنا في هذه الحلقة. سعيد جدا أرحب بكم، أرحب بك الشاعر والملحن أيضا الفنان أستاذ نزار فتحي. مرحبا بك كثير، مساء الخير. مرحبا بك أستاذ رجاء، وأنا سعيد لأكون ضيف على قناة الشروق العملاقة، وأتمنى أن أكون ضيوف خفيفين عليكم إن شاء الله. أهلا بك كثير، مرحبا بك الفنان قاسم حباب، مرحبا بك كثير. أهلا وسهلا يا أخي. أهلا بك كثير. أهلا وسهلا. مشرفين لنا اليوم، وأبدأ معك أستاذ نزار ونتكلم ما بين الحالة الإبداعية، غناء، شعر، تلحين، وين بتلقى نفسك أكثر؟ وين البدايات كانت؟ والله هم كلهم أنا عندي بشكل حالة واحدة. فالغناء يمكن هو كان البداية، ثم التلحين، الشعر، كتابة الشعر، والتلحين مؤخرا. فكل حالة بعيشة بإحساسها، والغناء عندي ما بعرف أجيف منه. يعني حتى لو ما غنيت في حفلة في، لكن بكون دائما بصدح بالأغاني حتى لو ما حقتي. فالشعر كمان ما عنده مكان ولا زمان معي، يعني في أي وقت أنا ممكن أكتب. يعني حتى أنا مرات بكون بعد ما أشتغل حفلة بكون دائما معي قلم ورقة. فهم حالة عندي أنا بلقى نفسي فيهم دائما الثلاثة، يعني التلحين ده مع إنه يجي مؤخرا، لكن بقيت باستمرار يعني حتى الشعر بقوله وأنا بغنيهم. فبقت عندي حالة متلازمة كلهم مربوطين ببعض، وفعلا حالة إبداعية واحدة. نعم. قاسم، دائما المبدعين بيكون لما يكون في سؤال عن البدايات دائما بنرجع دولات المدرسيه وزمان بدري وبنبدأ من الطفوله، لكن تجربتك مختلفه ومغايره شويه. اكتشفت موهبتك وصوتك وغنائك اللي هو قبل عام واحد فقط مضى، فكلمنا عن اكتشاف بداياتك. والله حقيقه طبعا انا يعني عندي استاذتي كانت بتدرسني لغه انجليزيه، وهي يمكن اكتشفتني. يعني انا اللي هو في استراليا الكلام ده كله، الكلام ده في استراليا اي تحديدا. فهي ذكرتني الصباح كده مع الفطره الصباحيه، قلت لي يا اخي انت بتغني في كنيسه او بتغني في ترانين والحاجات دي؟ قلت لها لا لا. فحسيت بانه انا هي فعلا عايزه توصل لي رساله بانه يا اخي انت ممكن صوتك كويس او احتمال تغني وكذا. فمنها حاولت ان انا ثاني. والله اتبسطت طبعا في نفس الزمن ده. حاولت تغني شنو، الغنى الاجنبي ولا بعد كده لجات الغنى السوداني؟ والله انا فعلا كنت بحب الغنى الاجنبي اكثر من السوداني، لكن بعد كلام هذا مباشر فقلت لا، ليه ما اغني السوداني؟ بديت اسمع غنى سوداني. شفت تشتعل منه تسمع منه الغنى السوداني؟ غنى سوداني كنت اسمع يعني اسمع حسين، اسمع عبد العزيز احمد داوود، الناس الكبار دي. يعني غنى جميل فظيع ما شاء الله. بعد كده في ناس شجعتك تاني قالوا لك انه صوتك جميل في الوقت ذاك؟ لا لا بصراحه ما في. يعني كنت انا بحب فعلا حابب ان انا اغني هنا، لكن ما كان في الجو السوداني في المدينه بالتحديد ما في. طيب دي فرصه ومساحه وتقديم لك بقالب جميل جدا عبر برنامج في الموعد، وحصريا لنا احنا 12 اغنيه ذاك ليهم استاذ نزار، وتقدم ان شاء الله منهم الممكن اللي هو اربع اغنيات او خمسه ان شاء الله باذن الله. فممكن نسمع منك اول اغنيه؟ جدا. شنو؟ جدا حنسمع شلت الفرح. هي كلمات والحان الاستاذ نزار. طيب ان شاء الله استمتع بها. الفرح
العمر ومشيت بعيد
بحييك قاسم على صوتك، صوتك جميل فيه دفء، ده رأيان الشخص يعني المستمعين طبعا كله بيكون عنده رؤيته، لكن صوتك فيه دفء وحنين جميل جدا، والأغنية حزينة وعندها قصة يعني ما وراءها. فقدت صديقك وكاتب وملحن الأغنية فقد زوجته، فكلمنا عن كيف كان التعاون في الأغنية دي. والله يمكن الأغنية عندها لي أو عندي لها إحساس براه وكده، فصادف إنه قاسم هو بيتكلم معي هو في أستراليا إنه عنده فقد صديقه قبل سنتين، فهو قام قال لي يا أخي عاوز له مرثية. فأنا قمت والوقت ده كان فقدت زوجتي ربنا يرحمها إن شاء الله ويسكنها على الجنة، فكان عز الوجع زي ما بقولوا، وكان يا دوب لها شهرين بالضبط. فانا بوجع فقداني لزوجتي جات شلت الفرح كله ومشيت، فحتى انا في نضج لها قاعد اقول شلت الفرح كله مشيت ما سبت لي غير الوجع. فكان ميلاتونيا بتمنى انها هي تعبر بكل صدق عن الحاله اللي كنا عايشينها. فعلا معبره جدا كلمات الاغنيه والاداء طبعا اضاف للكلمات كثير. أحييك على أدائك الجميل وألحانك كمان. نعم ألحاني. ألحان. ده بيخلينا أطرح سؤال، إنه هل لازم يكون الإحساس نابع منك عشان تقدر تكتب مثلا كلمات صادقة، ولا ممكن كان تكتفي بطلب مثلا قاسم في إنه هو عايز مرسية مثلا؟ والله هو بس صادف لكن عموما في كتاباتك للقصائد عادة ما قاعد أكتب بمؤثر يعني من بعيد من يعني بحس الحاجة أنا أول شيء فبتجي عليها الكتابة. بحس ان انا ممكن اكون مصنع لو كتبت باحساس زول تاني، مع انه ما يعني ما جربت الحكاية اتقمص احساس زول تاني، فيمكن ما جا زمنها او لا، لكن ما تعرضت عليها حاجة اكتبها باحساس زول تاني. فالكتابة باحساسك، التلحين باحساسك، يعني انا غير تاني عندي لها يعني فهم انه بتكون اصدق واسرع في الدخول لقلوب المستمع. نعم، يعني انت بتفصل الاغنيه على الفنان ولا انت بتكتب احساسك بتشوف بعد كده المناسب لاي فنان؟ لا والله انا قاعد اكتب يعني يمكن عندي الحان كثيره جدا واغنيات من الحاني كلماتي، فاغلب الفنانين اللي عملت معاهم فبيكون عاوزين اتعامل معاهم كملحن وشاعر، فانا بعرض عليهم الاغاني هم بيختاروا يعني الحاجه اللي بتوافق اصواتهم. فيعني يمكن انا عملت مع اصوات مختلفه تماما. عملت يعني مع شباب وشابات فنانين. نعم. يعني نزار. نعم. المهندس. نعم نزار المهندس، هاجر كباشي، خالد الصحافه من الشباب فعلا كل واحد منهم عنده ستايله المختلف من الاخر. نعم وفي زول يمكن يعني الاستاذ عمار السنوسي وانا من هنا بحييه وبقول له الحمد لله على السلامه انه كان مريض. فيمكن عندي مشروع معاه هسه ان شاء الله حيتنفس قريب. فهو ممكن من الاصوات الصعبه مع انه صوت قريب لصوتي. أيوه. شديد ف يعني برضه هو لونيه كمان مختلفه شويه. عايزين نحن نسمع صوتك كفنان. والله ان شاء الله الشعر ده شفناه ونحن هسه شفنا شعره ولحن. فممكن لو ما اعرف بصوتك اول مايك ممكن نسمع منك شنو مثلا ممكن مقطع. طيب انا ما مستحضر اغاني بعينها لكن انا ممكن ادندن يعني حتى من الاغاني واحده من الحاجات اللي حابيها لعمار فبتقول كل ما اقول انسرد تصحى ذكراه الحزينه أنا كل ما أقول أنسرد تصحى ذكراه الحزينة وتاني أرجع واشتهيه وأذرف الدم مع السخينة
هو كان صاحبي كان رفيق سكة الشوق والأماني، وكان صاحبي كان رفيق سكة الشوق والأماني. زول بيدخل جوا حسي يجعل آلاف الأغاني، وكنت ديما بقيت معاه لما يفرح أو يعاني، وما خطر في بالي أبدا إنه يطلع زول أناني، وما خطر في بالي أبدا إنه يطلع زول أناني. ده جزء من أغنية استهلك فعلا قريب من أستاذ عمار السنوسي. نعم صحيح إن شاء الله يا رب. قاسم يعني أنت النشأة السنين الأولى من حياتك كلها أنت في أستراليا، أكيد ما في كلام بالعربي كثير، يعني في مرة قعدت 9 سنوات مرة واحدة، وتاني جيت السودان جاية بسيطة، وتاني بين 3 سنوات لـ4 سنوات وأكثر. فكيف كان حاجز اللغة؟ كيف قدرت تتخطاه في أغنياتك؟ ولا عرفت إنه في قصة يعني الكلمات بتصلك وما بتتسمع ولا بتتقري أصلا؟ صحيح. وطبعا أنا درست المرحلة الأولى في دراستي في السودان هنا ابتدائية كلها الأساس؟ لا يعني في جزء منها بسيط هاي، فده يمكن ساعدني كثير في إنه أنا أقدر أقرأ الكلمات العربية دي، لكن ما كل الكلمات، يمكن في بعض الكلمات العربية هي صعبة دي ما أقدر عليها. فكان النص لما كده يجيني يعني صعوبة هنا، لكن بعد ما رسل لي اللحن ده بيساعدني أكتر. يعني بعين الاغنيه كده منحفظه ثانيه ما في مشكله. أيوة. لكن كما خرج حروف وحديث يعني ما في لكنه في حديثك، واضح. لا عربي ما عندي فيها. ممتاز. لما نتكلم عن تعدد الثقافات الموجود عندنا في السودان والتنوع الكبير، بتلقى نفسك بتميل لاي شكل واي نوع، ولا بتكتب بعد كده احساسك واللحن بتضيفه بناء على الفنان ولونيته؟ نعم والله انا بكتب باحساس اني سوداني. فأنا أصلا خرطومي، الميلاد والنشأة ويعني يمكن أهلي كلهم في الخرطوم للأسف، يعني أنا بقول أنا كنت بتمنى إن أهلي يكونوا في السودان كله عشان أمشي تتجول وتمشي وتجي. فبكتب يعني أنا يمكن أغلب كتاباتي، يعني في ناس ما بظن إن أنا من الخرطوم، يعني أصلا عندي أغاني بكتبها، في ناس بيحسبوا إني من كردفان، في ناس بيقول لي أنت من النيل الأزرق، في ناس بيقول لي يا أخي أنت دروب. فهي بتجي طبعا ولي التلاحظة، ما بتحجز نفسك يعني في لونية واحدة؟ لا ما مؤطر حاجاتي، فهي بتجي طبعا تلقائيا. فمرات في أغاني زول يمكن بقصد إنها يعني أنا كان نفسي جدا ألحن بالإيقاعات بتاعت الشرق. الحمد لله لحد ما يعني هي تجربة طبعا صعبة، إيقاعات الشرق طبعا غنية جدا. صحيح. فيمكن كانت أصعب لي حاجة بالشمال بالدليب، يعني لحنت برضو كثير. كتبت ولحنت. نعم. جميل. هنسمع منك إن شاء الله يكون اختيارك للأغنيات فيه تنوع عشان نسمع قوالب مختلفة. نسمع أغنية تانية منك لقاسم. طيب نسمع شلت شلت القلب. شلت القلب، شلت الفرح دي الأولى، الثانية اسمها شنو؟ الشال قلبي. الشال قلبي. قلبي عفوا. الشال قلبي. طيب نسمع. لا مختلف شوية. يا خلخلة جهجة عيوني بات وحوالي بدلا، زول الشلقي لبي وعضا يا خلخلة جهجة عيوني بات وحوالي بدلا، هلا اكتب الرسول اديني بس قبول واشواني يرحمه، كنت ما تاني حول بنسكت العزول وريته بالعمى، هلا اكتب الرسول اديني بس قبول واشواني يرحمه، كنت ما تاني حول بنسكت العزول وريته بالعمى،
ذبح لكنه ما درى خلاني في الجراح وانا قلبي ما استرى اريده كان هنا شوقي للجدي أريته كان هنا شاويني ريدي شي ما خلى فيني شي سارح مع الغنى يا زولي يا الطبيب دايرك تكون حبيب تديني بس دواء بنظرة من قريب تنجيني من لهيب ورميني في الهوى القلبي وعضايا خلخلا تهجع عيوني فات وحوالي بدلا الزول الشلق لبي وعضايا خلخلا تهجع عيوني فات وحوالي بدلا أغنية جميلة بحييكم عليها كلماتك والحانك برضو حسبي وتعبك في الأغنية دي لسه صعبة بالنسبة لي صعبة وهو كويس إنه في التلقين بيحفظ سريع أنا قاعد يفاجئني بالحفظ السريع فأنا أول ما بدي الحاجة فطوالي وقال لي خلاص حفظتها إيقاع مختلف اعتمدته في التلحين برضو في الأغنية نعم إيقاعات مختلفة في كل الأغاني اللي إحنا نفذناها مع بعض وهو طبعا اللي رغبته انه يكون متنوع وانا حريص انه لان اول له تجربه معي فهو اول له تجربه ذاته كفنان نعم لسه التجربه هي في السودان حتى ما وصلت لسه استراليا انا ما طبعا الاغنيه اللي قبل شوي سمعناها دي يعني انا اللي حددت شكل الاغنيه دي كيف؟ انا قلت عايزها تبقى سودانيه بحت ايوه عايزها تكون كده بالشكل السوداني صحيح أي اللي هي الطنبور والسيره أيوة. والحياة دي ده الايقاع اللي بيحبوه هنا السودان كثير يعني ايقاع بيمشي مع كل القبائل يعني حتى ما تقدر تقول انه لمنطقه او دون اخرى الفنانين برضو شكل التعاون بينك وبينهم يعني هاجر كباشي نزال المهندس خالد الصحافه وطبعا من قبلهم برضه وبعدهم قاسم كيف بدأت التعاون بيكون بينك وبينهم هل برضو بيكون في طلبات لاغنيات ولا انت بتتصل على الفنان بتقول له في اغنيه جاهزه لا هو بيطلب اغاني مثلا ما بكون عنده شكل معين ف انا بتفاجئ ان حتى يمكن اغلب اختيارات الفنانين اللي عملت معاهم فانا بديهم مجموعه من الاغاني فبتفاجئ انهم مثلا مرات بيركزوا على الاغاني يعني هم يعني في فنانين مثلا نزار المهندس اختار اغاني مغايره تماما لغناه المطروح ايوه يعني كلمات او ممكن بقول عليه هسه بقول له غنى كبار يعني ف اختار يعني الاغاني كلامها يعني اغاني ايقاع مختلف اغاني ثقيله زاد أيوة. يعني في حاجاتها يمكن في واحده خفيفه لكن يعني بيكون عنده خطه لنفسه انه عايز يظهر نعم بشكل هو بيختار مختلف انا ما قاعد افرض عليه حاجه بديه يعني مجموعه من الحاجات على ضوء هم بيختاروا أيوة. طبعا بالسمع والقرايه طبعا وهاجر الكباشه نفس الحكايه هاجر برضه نفس الشيء هاجر سمعت اول فعجبتها الاغنيه يمكن اول حاجه غنتها لي هي سمعتها باللغه كان في بروبه اسمها شنو؟ ود الناس يقول ود الناس ده خلوه ما تبكوه يا ناس اغنيه خفيفه فيمكن سمعتها انا كنت بغني فيها في بروبه يعني فمنها وبقت لها طبعا معاها اغنيه ثانيه برضه تمتم ايوه برضه خفيفه شويه غنت لي برضه زبيده الانغازه وزبيده عبد الرحمن خالد الصحاب غنى من كلماتي ومن ألحان الراحل الأستاذ الجميل أستاذنا ومعلمنا الأستاذ سليمان عبد القادر أبو داود هو طبعا ملحن معروف نعم. مع أستاذنا الخالد الله يرحمه جميعا الله يرحمه نعم فدي كانت أول لي تجربة وغنى لي برضو يعني من كلماتي وألحان الأستاذ إبراهيم حسن أحمد اللي هو بيقول له عبود فيمكن برضو من أوائل الناس اللي لحنوا لي ف
فغنوا لي برضه مجموعه من الاغاني، وعندها اغاني ذات مسجله زي ما بيقولوا زمان. طبعا الزول بيفرح لما يسجل في الاذاعه أيوة والتلفزيون، يعني عندها اغاني مسجله بتكون بيكون توثيق طبعا. نعم للاعمال دي. قاسم، يعني جيت من استراليا انت شخص عادي، وهسه انت حترجع معاك اغنيات وفنان، ووثقت اغنياتك هنا معانا في الموعد، وان شاء الله يكون عندك ايضا اطلالات في مساحات اخرى. الهم كبير ممكن يكون، يعني انت فنان سوداني وخلاص، يعني صوتك طلع للجمهور وللناس، فعليك حمل كبير في انه عندك رساله توصلها انت في المهجر، الاغنيات دي تصل زي ما نحن بنحفظ، وانت بتسمع الاغاني الاجنبيه والسودانيين بيحفظوا الاغنيات الاجنبيه، الناس كمان تتعرف اكثر على الايقاعات، الكلمات السودانيه، الثقافه. يعني لما الاغنيه الاولى والثانيه في اختلاف كبير بينهم، فيعرف انه فيه تنوع في السودان. انت رسالتك من خلال اغنياتك ومن خلال صوتك بتوصلها. حاجه اشوف خططك في استراليا شنو حتكون ان شاء الله في الفتره المقبله، لكن بستاذنكم المشاهدين الكرام حنطلع ان شاء الله فاصل قصير ورجع اتواصل من بعده. جديد مشاهدينا في كل مكان، بتواصل معاكم في الموعد وفي حضرة الإبداع والشعر والتلحين والغناء. مرحبا بك مرة ثانية أستاذ نزار وقاسم، موجودين معنا اليوم. سألتك في محور قبل ما نطلع الفاصل عن الدور الكبير والهم الكبير والرسالة الكبيرة بتكون أنت حاملة في جواك وأنت راجع لأستراليا، ومعك عدد من الأغنيات الخاصة فيها تنوع كبير جدا للثقافات واللهجات حتى والتلحين، الأشياء المختلفة الموجودة عندنا في السودان. فشنو خططك ممكن أنت تقدمها في أستراليا عشان تقدر توصل الأغنية دي بثقافاتنا المختلفة للآخر؟ والله طبعا الأغنية دي إن شاء الله هنشيلها، ودي عندي طبعا أصدقاء هناك بندخلها ورشة بإذن الله، وحاول نضيف فيها بعض الحاجات، يعني حاجات بتاعتها الغربيه دي ممكن نضيفها فيها برضه، واتمنى ان شاء الله تطلع بشكل جميل اجمل. بدون ما تخل باللحن السوداني البحت يعني. طبعا اكيد. لانه الفكره في انه توصيل الحاصل عندنا هنا احنا للاخر. ايوه بالحفاظ باللحن السوداني والايقاع السوداني ذاته يعني. طيب بعد ما تنتهي جائحه كورونا دي بيكون سهل فكره انه يكون في حفل مفتوح مثلا متنوع متعدد تقدر تقدم فيه الاغنيات المختلفه؟ اكيد. ولا يكون فيه صعوبه؟ لا ان شاء الله الموضوع ممكن يبقى. في منصات يعني للفنانين بيقدروا من خلالها يقدموا اغنياتهم؟ والله في طبعا في منظمات ممكن يعني دول يمشي يغني هناك وهناك وكذا. في مسارح، صالات، سفاره. ايوه في السفاره. ايوه حتى الجاليه السودانيه برضو عندها برامج احيانا بتعملها، او احيانا بيكون في برامج بتاعت افارقه عامه. أيوة. بيطلبوا انه مثلا الدوله الفلانيه عايزين منها يعني يكون كذا. بتذكر عندي صديقي اسمه نزار، فطلبوا مننا كذا اغنيه، فمشينا غنينا هنا اغنى سوداني يعني. أيوة. الا انا وهو بس يعني، كان كل الباقيين يعني افارقه وخواجات وكذا. أيوة. بتذكر غنينا اغنيه بتاعت غنت المجروح، عجبت الناس كذا، وهناي حاجه جميله في ايقاع مختلف، حاجه جميله جدا. قدرت توصل يعني الرساله والفن والثقافه السودانيه للاخر. ممكن احنا نسمع كمان اغنيه ثانيه منك؟ ممكن نسمع اول طريق. اول طريق، اول طريق هي كلمات والحان استاذ نزار. Thank you.
لسانك. السنين الحلوة دي
شكرا يا قاسم، نشكرك برضه استاذ نزار على الكلمات والالحان. في بعض الفنانين بيكون تركيز اكثر مثلا على اغنيات العدادات اللي هي بتكون مطلوبه في المناسبات، يعني زي الغنى اللي قبل شويه بيكون هو غناء للاستماع. نعم. فدخل لانه في موجه بتاعت استعجال عموما في الكلمات، اي كلمات هي ممكن تلقى الفنان غناها. نعم. واي لحن ماشي مع الاورجن. نعم. يعني فنظرتك شنو للوضع الحاصل ده عموما في الساحه الغنائيه؟ والله دي للاسف ثقافه اتفرضت، يعني انا ما بلوم المستمع وما بلوم المغني ولا الملحن او الشاعر، فيمكن ثقافه اتفرضت علينا في ظل كبت الناس كانت يعني عاوزه حاجه تفرح، فبغض النظر عن الشكل الجوده، فدي جابت يعني مسميات غنى هابط وكذا. لكن يعني انا في اعتقادي انه ده موضوع ينفرض علينا فرد، وان شاء الله لقدام الناس يعني تزعل ان نصلح وش الغنى اللي تخرب بالمساحيق نقول العهد الفات. يعني الناس كانت مقبوطه صراحه، فاي غنى يعني حتى في غنى ما عنده شكل بتاع اغنيه ذات ما ممكن نطلقه على والفنان لكن. ممكن يكون ما عنده مشكله حتى لو لاقى كم يعني كبير جدا من الانتقادات. نعم. فبالنسبه له انه الانتقادات ذاتها دليل نجاح. نعم. يعني فبواصل في الخط اللي ماشي فيه، وبتكون في صالحه يعني بتمشي بتديه دفعه قويه انه يواصل اكثر. يواصل اكثر، وده للاسف يعني يمكن حال الغنى هسه موجود، لكن ان شاء الله يعني الناس قادره انها تصلح الفهم ده وترجع للغنى، حتى الغنى الخفيف بكلمات رصينه وكلمات يعني الناس يمكن ما تتحرج في انها تسمعها او تردد. يعني ده الجميل في تجربه قاسم انه بادي بدايه فيها رزانه. نعم. فيها يعني محتوى. نعم. موجه لمتلقي واعي ومثقف. نعم. عارف هو ممكن يسمع الحاجه الجميله، وان شاء الله واصل في نفس الخط اللي فيه قاسم. تختار بعنايه كبيره الكلمات وايضا الالحان. اول مره سمعت صوت قاسم كان كيف ومتين ويتقدم لك باي شكل؟ والله يعني كان في تقريبا عندهم احتفال براس السنه تقريبا، فرسل لي منه يعني جزء صغير ما فايت له 30 ثانيه، انا ما قدرت حتى اتبين ملامح صوته. فدي كانت بالنسبه لي صعوبه. انا على اساس انه اديه غنى بناسب يعني يكون قريب لطبقة صوته، فكانت مشكله لي كبيره جدا يعني، فقلت بختار له الغنى عشوائي. هو لحد عشان تشوف المناسب. ايوه نعم، هو شوف المناسب ما صوته. يعني مثلا انا الفنانين اللي عملت معاهم بكون سامع صوتهم يعني حتى لو ما بسمع لهم، لكن اول ما عارف انه هو عاوز مني حاجه فبحرص الناس مع صوت على اساس اني اديه الغنى اللي بيناسب حاجاته. فقاسم تعبت معاه جدا صراحه، فتعبني بالتلقين وتعبني، وكنت برسل له الغنى مكتوب انا متخيل وهو بيقراه. ايوه. فبجد لما ارسل له الاغاني فبيقوم حسب لحنها وبيقوم بيقول لي يا اخي دي كويسه معايا دي. ايوه. فانا ما سمعت بربط اللحن لازم مع الكلمات. ايوه نعم. فكانت مشكله، لكن ما سمعت صوته حقيقي الا بعد ما وصل هنا. فبرضو طبعا حفظه السريع ساعدني في اني اديه اكثر اغاني، ورغبته الشديده في انه يثبت، مع انه يعني هو ما عنده تجربه نهائي في الغنى يعني ولا حتى في الترانيم مع الناس حتى مع اصحابه ما بيمشي، فهي كانت بالنسبه لي مشكله يعني. فالحمد لله قدرنا تجاوزناها بمثابرته وبحرصه انه الحاجه تطلع يعني حتى بالالفاظ حقتنا السليمة. نعم. السودانية البسيطة يعني، هو طبعا غايب منها يمكن في محيط البيت بيتكلموا، لكن طبعا المحيط الأكبر أول ما يطلعوا برا خلاص. نعم. اللغة العربية بتختفي. نعم. كان عندك رهبة قاسم وانت داخل على الوسط الفني، يعني كان رؤيتك له شنو لقيته شنو بعد ما دخلته؟ والله طبعا الوسط انا ما عندي خلفية عنه تماما، فيمكن لحد انا داخل ما اعرف الكثير يعني، لكن الحمد لله بمساعدة الأستاذ نزار يعني ما قصر الحمد لله. يعني بعد كده لما دخلت يعني ممكن لقدام طبعا هو حيتعامل مع عدد من الفنانين الأستاذ نزار، وانت حتتعامل ايضا مع عدد من الشعراء والملحنين المختلفين. مستعجل على الخطوة دي او ما مستعجل عليها، او شايف انه في صعوبة انك تلتقي بشاعر اخر او ملحن برضه يكتب لك؟ والله لا ما ممكن. يعني ما في مشكلة لو لقيت حاجة كويسة هنا مناسبة معك. أيوه. يعني نظرتك عموما وخططك في الوسط الفني انه تتجه وتمشي في اي اتجاه وخط؟ والله انا يعني افضل ان انا ابدا بغناي، انا استمر في طريقي. اي في غنى كثير يعني مسموع وكذا، لكن انا افضل ان انا يعني اغني غناي وامشي في طريقي يعني. جميل.
أستاذ نزار، يعني أنت فنان وشاعر وملحن. نعم. لو أنا رتبتهم صح. نعم. الصعوبة ممكن تقابلك في أي واحدة من المجالات الإبداعية المختلفة دي، صعوبة إنك تتعامل مع شخص آخر، صعوبة إنه يكون في متلقي يختار أو يسمعك في أي واحدة منها، أنت كفنان ولا كشاعر ولا ملحن؟ والله أنا كفنان بشوفها بالأول، لأنه أنا كشاعر يعني يمكن حتى لو قريت القصيدة بنتظر رد الفعل، لكن اصلا اوريدي خلاص انا قلتها. لكن كفنان اذا ماشي اغني في حفله مثلا، فلازم اذواق الناس مختلفه، فبقت عندنا المشكله بتاعت انه لازم تبدا باغنيه ثقيله عشان تعرف صحيح. الناس دي حتمشي على وين. نعم. يعني انا كفنان شايفه اصعب من الشعر والتلحين. بتختار لنفسك اي اغاني؟ يعني في اغنيات بتخلص منها بتقول والله الاغنيه دي جميله احسن شيء لها؟ والله عندي انا بتشوف المناسب معك. والله قاعد اختار مرات وبيسيلوه الناس. فحتى انا عندي اغنيه قاعد اضحك فيها مع اصحابي انه انا لحنتها وكتبتها وحاسس اني ما بقدر اغنيها. ايوه. فبتبقى يعني بعد ما انت كاتبه وملحنه، وانا كاتبه وملحنه انا حاسس اني انا ما حقدر اغني، يعني زي ما عملتها انا. يعني حاجه ممكن شويه مضحكه يعني بالنسبه لي، شايفه صعبه تماما يعني كانه انا ما ملحنه ولا بعرف شكلها ولا يعني ما على مزاجك انه الاغنيه دي انت عايزها او لا. ما عايزها. أيوة لازم نعم. تشوف أيوة. احساسك وانك انت تقدر نعم. تغني. والله مرات عندي اغنيه كثير بسمعه يعني براجع الحانيه دائما عشان انه اشوف الحاجات المشابهه فالغنى ده لحنه يعني بزعل أيوة. نفسي أيوة. اللحن ده ما بيجي معايا انا يعني مثلا انا لحنت لكن ما ممكن اغنيه نهائي. ففي حاجات يا اخي بقول خلاص انا دي اخذتها برا باي يوم من الايام اقوم اسجلها. ايوه. انا ذاتي بلقى نفسي اديتها للناس يعني اغاني كثيره طلعت في الاخير هو يعني ده تاريخ لك انت برضه كلمات والحان وسجلت اسمك في خارطه الغناء السوداني. ان شاء الله ربنا يوفقكم الاثنين باذن الله. ان شاء الله حنسمع برضه واحده من اغنياتك تقريبا الاغنيه الاخيره ممكن تكون معنا اليوم. ان شاء الله شو؟ نسمع يا الصلاح هي من كلمات الحان نزار كمان حصريا استاذ نزار. منام البر من عيني ونهر الشوق تزيد الكيل.
الايقاع برضه مختلف من زار كلمنا عنه، اختيارك برضه للكلمات والالحان. والله هي جات كده غايته ف طبعا هي انا عاملها من بدري صراحه فكاغنيه خفيفه فكنت حابه اتغنى بها انا ذاتي ما زعسر، لكن طبعا عرضتها لقاسم فوافقت في انه هو ذاته داير يشبع بالايقاعات كثيرة يعني ايقاعات أيوة. متعددة والحانها فالحمد لله انها يعني لقت هوا في نفسه قدموا طريقة كمان جميلة نعم. نعم. طبعا لونها مختلفة من الحاجات أيوة. الفاتة وايقاع ذاته راقص وخفيف ويعني اللحن بسيط يعني نعم جميل. نحن وصلنا لختام الحلقة اليوم برنامج في الموعد ولا بد من كلمة أخيرة قاسم تقدمها لجمهور ان شاء الله يبدا يتكون لك من الان من الحلقه دي لانه دي اول اطلاله لك مباشره للمتلقي وللمستمع السوداني، وان شاء الله تتعدد اطلالاتك عبر الشاشات المختلفه والاذاعات ايضا المختلفه حتى عبر السوشيال ميديا يعني بقت منافذ ومعابر مهمه جدا لكل فنان. فرساله بتقول شنو ان شاء الله خططك في المستقبل؟ والله اول حاجه شكرا لكم على الاستضافه الجميله دي وبشكر الاستاذ نزار يعني تعب معي شديد يعني وان شاء الله بنوعدكم ان شاء الله بغنى اكثر الفتره الجايه دي باذن الله. ان شاء الله خططك حتعمل شنو سوشيال ميديا ولا حتظهر عبر اي منفذ يعني؟ والله طبعا ان شاء الله حيكون في نشر لبعض الغنى غنى مسجل، طبعا عندنا غنى مسجل ان شاء الله حنبدا ننشر فيه وبعدك نشوف ردود تبع الناس كيف ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. استاذ نزار كانت بداية تعاون وإن شاء الله حيستمر للأمام، خططك برضو على المستوى الشخصي والمهني في تعاونك ووجودك في الوسط الإبداعي كفنان وكشاعر وأيضا كملحن. والله أول شيء أنا بشكر قناة الشروق على الاستضافة وتدشين أول بداية لي ولقاسم في مجال التلحين معه فإن شاء الله خططي كفنان إن شاء الله أنا أحاول أجود مع نفسي أكثر وأنا عضو في فرقة الخرطوم جنوب برسل لهم من هنا التحية وأتمنى كل الشعب السوداني إن شاء الله يكون طيب والفن يلقى مكانه الطبيعي اللي كان فيه يعني من أول. وخططي كملحن وشاعر أنا بتمنى أتعاون مع كل الأصوات الآن مطروحة يعني لو ما ده طمع مني لكن فالشعب السوداني شعب زواق وشعب لطيف وبحب الكلمة وبحب النغم وبحب الطرب والحركة يعني فبتمنى أنه أنا أساهم وأكون يعني لي الشرف أني أنضاف في قائمة المبدعين السودانيين إن شاء الله. ملحن وشاعر وفنان إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك. شكرا لك كثير أستاذ نزار، ربنا يوفقك كمان يا جاسم في السودان وفي أستراليا إن شاء الله. عندك رسالة كبيرة وهم كبير وبنعول عليك كثير إن شاء الله ربنا يوفقك. بشكر مشاهدينا في كل مكان تابعونا اليوم على حلقتنا برنامج في الموعد عبر فضائية الشروق، كنا في حضرة الإبداع الغناء الشعر واللحن لحد ما ألتقيكم في حلقة جديدة موضوع جديد وشخصيات جديدة في أمان الله وحفظه.